هنروح لقضية إعمار منطقة النوبة القديمة، وعايزين نتكلم شوية عنها ونشوف إيه الحلول المناسبة لتعويض المضارين من قضية التهجير أثناء بناء السد العالي. حقيقة رفض أهالي النوبة لمشروع القانون اللي عادته الحكومة حول تعويض أهالي النوبة إيه؟ وإزاي نحن نقدر إن احنا نتجاوز هذه الأزمة؟ أولا تعويض يعني حضرتك لو قلت لك تعويض غير مناسب، تعويض يعني استهتار بالإنسان النوبي. هقول لحضرتك، عوضوا إخواننا اللي في السودان ب 250 جنيه مصري، 15 فدان لكل فرد، بيت أو حوش لا يقل عن 1000 متر. المقابل بقى المصريين، ده كان على حساب الحكومة المصرية، المصريين عوضوهم باتنين فدان واتنين، ومش اتنين فدان، شوف 15 فدان، المصري ياخد اتنين فدان، ومش اتنين فدان، فدان وتمانية من عشرة. وبعدين فدان وتمانية من عشرة دول فدان في منطقة، نص في منطقة تانية، والباقي في منطقة تالتة. طب ده ازاي؟ تخيل حضرتك هيزرع ازاي؟ ازاي؟ انا عشان كده بقول لك ده اساس. يعني ده حاجه، يعني لا ده يعني موضوع دخل في اطار الكوميديا يا فندم. والله انا العظيم مش متخيله. انا عشان اعوض حد معناها ان ده حقه. ايوه، ما انا بعوضه يعني انا بدي له حقه. انت الدوله مش بتدي له حاجه مثلا؟ لا، ما انا بقول لك المقابل. طيب انا عشان ادي له الحاجات دي له على بعضها، يزرعها لا ويراعيها، مفيش. لا انما يعني ايه فدان في حته ونص أيوة في حته أيوة والباقي أيوة في حته؟ ازاي يعني؟ اهو هو كده. ده مين العبقري اللي ده الحكومات السابقه، عشان حضرتك بقول لك هي النوبه سقطت عمدا من حساباتنا او حسابات الحكومه السابقه. ليه؟ مش عارفين. تاني حاجه، يديهم 250 جنيه مصري سنه 64، يعني الجنيه المصري كان كام؟ يدونا احنا 10 جنيه، او في النخله 10 ساغ. 10 ساغ؟ 10 ساغ. يعني عشان كده بقول لحضرتك اشمعنى يعني، او ليه احنا؟ ف نتمنى. ولغايه دلوقتي تخيل ليه عايزين من الدوله 5200 بيت، لغايه 2015 الدوله مش قادره تبني لنا 5200 بيت من 64 لغايه الان. وتخيلي بقى البيت اللي كان باسم جدي بقى مفروض يبقى باسم اربعه، يعني يبقى اربعه، يعني البيت يبقى اربع بيوت. اربع بيوت لو الدوله فعلا عايزه تدي حق، او مش تعويض، حق للنوبيين. لكن الدوله متعمله، وحتى لو سميناه تعويض ما هو تعويض حق يا فندم. ما هو هي الدوله مش بتدي هبه. لا لا لا، الدوله ما فيش. يعني بقول لحضرتك لغايه 2015 عايزين من الدوله 2500 بيت. هل الدوله مش قادره تبني 2500 بيت؟ بالمقارنه احنا اتهجرنا ولغايه دلوقتي لسه ما خدناش حقنا. السويس، اسماعيليه، بورسعيد اتهجروا ورجعوا مدن. مدن باستثمارات، بتنميه شامله، لكن احنا لا. ليه؟ مش عارفين يعني. طيب.